ما صفة بيع السلم؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، بأن تقدم دراهم لمن عنده زراعة أو عنده مصنع أو ليس عنده شيء، لكن تقدم له دراهم يقبضها منك إلى أجل، فإذا حل الأجل يأتي لك بالسلعة التي عقدت عليها، تمرا أو شعيرا أو برا أو أواني أو سيارات أو غير ذلك. هذا هو السلم، وهذا فيه مخرج للمسلمين من الربا، هو بيع صحيح، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم حينما قدم على المدينة وهم يسلفون في الثمار، لأنهم أصحاب زراعة ونخيل، وهم يسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، وأقرهم على ذلك، لكن بهذه الشروط: أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوما والأجل معلوماً.